معاكم خالد مدير مبيعات من شركة نيو هوم البيت الجديد. الموقع بتاعنا موجودين في بركة، تمام. المصنع منشأ من حوالي 14 سنة، والحمد لله احنا تخصصنا في النوافذ والأبواب اليو بي سي، واحنا طبعا بنشترك بصفة دايمة في المعرض، بنعرض طبعا شغلنا بخصوص النوافذ والأبواب اليو بي سي، وهي بتمتاز طبعا. احنا الشغل بتاعنا اللي هو الجيرماني، الماتيريال الكواليتي الجيرماني، فطبعا بيمتاز بعدم تسريب المياه وعدم تسريب الغبار، وبندي ضمان كمان في الفريم اللي هو زي الفريم الابيض، طب نديله ضمان 10 سنين ضمان، والفريم الاسود او الالوان او عموما ده بنديله حوالي ضمان 5 سنين ضمان. طبعا احنا بنشترك هنا في المعرض بصفه دايما زي ما خبرتكم، تمام. والحمد لله في رب العالمين بيجي لنا زوار وبنتعامل معاهم، وفي ثقه طبعا مع الزبائن القدامى، فبنعمل معهم شغل بصفه دايمه، والحمد لله الامور طيبه بالنسبه للشغل بتاعنا والكواليتي. وبنعمل كمان الشغل البرجولات اللي هي خاصه بجلسه خارجيه، دي بتبقى الماتيريال بتاعتها من الالومنيوم البلجيكي، ودي بتتصمم حسب القياسات المطلوبه، وبناء عليه احنا بنعمل الاوردر وبيجي نركب. واحنا نفذنا في البرجولات برضو في الموج وفي الحيل، ونفس النوافذ الحمد لله برضو بنشتغل في كل الاماكن، في اي مكان في عمان احنا برضو بنوصل له وبنعمل معهم تعاقدات وشغل. في اي وقت بتشرفونا في المكان، واحنا عندنا في موجودين في بركه، المصنع موجود في بركه الصناعيه، والمكتب موجود في بركه بجوار جسر بركه بجوار بنك مسقط مباشره، وتشرفونا ان شاء الله في اي وقت واحنا تحت امركم.